صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور محمد سالم، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه في كليه الطب جامعه اسكندريه، وهنتكلم النهارده على الامراض اللي بتصيب شريان الكلى او شرايين الكلى، الكلى اليمين والكلى الشمال، وده بيسبب مضاعفات خطيره جدا، لان الكلى ما بيمشي فيها الدم والكلى شغاله، فبيطلع من جهاز جوه الكلى خلايا اسمها جاكسر جميلا اباريتس. الجاكسر جميلا اباريتس بيطلع ماده اسمها الرينين، والرينين ديت بينشط الان اكتف انجيوتنسينجين الى اكتف انجيوتنسين. الاكتف انجيوتنسين ده انزيم بيعمل انقباض في الاوعيه الدمويه الشرايين بتاعت الجسم كله. فلما يحصل عندي ضيق في شريان الكلى، الدم اللي رايح للكلى قليل، يبدا على طول الرينين يزيد، يطلع انجيوتنسين كميه كبيره جدا، يقوم يروح عامل انقباض في الشعيرات الدمويه بتاعت الايدين والرجلين والقلب والمخ والجسم كله، ويديني لما دول ينقبضوا يعلي ضغط الدم. ضغط الدم الطبيعي اللي 120 على 80، ها، ما يزيدش عن 140، لكن الحالات دي بالذات الرينو فاسكولار هايبرتنشن بيزيد الضغط ل 220 على 180 وعلى 170 وعلى 190، كميه رهيبه جدا. وده بيحصل في السن الصغير على فكره، الناس اللي عندهم 20 سنه، 25 30 35 لحد 40 سنه، اي حد عنده ضغط مرتفع فوق لا تحت سن ال 40 لازم افكر نمره واحد، اكتر حاجه تزود الضغط هو دي شريان الكلى. فما يحصل ضيق في شريان الكلى على طول الرنين هيطلع من الكلى من الجاكسر جميل ابريتس، ويطلع بكميه كبيره جدا، ينشط الانجيوتنسينجين الى اكتف انجيوتنسين اللي هو فيري بوتنت فازو كونستريكتيف ايجنت، بيعمل انقباض في الشرايين، يعمل انقباض في الشرايين، ضغط الدم يعلى، القلب بيدفع والسكه مسدوده، يوم ضغط الدم يعلى يبقى 220 و230 على 190 180 170 ما بينزلش. العيان بياخد ثلاث اربع انواع من انويه الضغط وما بتحسنش، او يتحسن حاجه بسيطه، ينزل من 200 من 220 ل 200 ل 190، لكن ما بينزلش النورمال 120 على 80 او 130 على 90. فده المشكله في الرينو فاسكولار هايبرتنشن. وبعدين يحصل ايه لما يعلى الضغط بالشكل ده؟ ممكن يعمل رابشر للسيريبرال ارتريز ويديني نزيف في المخ، يديني جلطه في المخ، يعمل في الشرايين التاجية في القلب، ويعمل نفس الكلام، يعمل تصلب الشرايين مبكرة، ويعمل كل الكلام ده، بالذات لو معاه سكر. المريض معاه عنده سكر، ده اللي عنده سكر يبقى كارثة. ضغط مع سكر ده مدمر، أنا بعتبر الضغط مع سكر يعتبر جريمة، فلازم نعالج السكر، لكن الضغط لازم ننهيه تماما. ها، وبالذات لو حصل معاهم سموكينج، التدخين خطير جدا. التدخين بيزود بيعمل انقباض برضه في الشرايين مع الانجيوتنسينوجين، يرفع الضغط خالص 240 على 190، فيبوظ المخ والقلب وشرايين الرجلين وشرايين المصارين والكليتين وكل الكلام دهوت، ويعمل تصلب شرايين خطير جدا. عشان كده الحالات ديت وبتاخد اربع انواع من الادويه وما بتجيبش نتيجه كفايه، هنا لازم نتدخل، نعمل جراحيا، بنعمل وصله شريانيه من الاورطه لحد الهايلم اوف ذا كيدني، لحد سره الكلى، نزرع فيها الشريان ده، يقوم ننقل دم الاورطه للكلى مباشره. لما الدم يخش للكلى مباشره على طول الرنين اللي طالع من الكلى هينزل للطبيعي، الانجيوتنسين هينزل للطبيعي، الضغط على طول تاني يوم الصبح في العنايه المركزه العيان اللي اتعمل له العمليه ديت ينزل ل 130 على 90، وانا عملت العمليه دي كتير جدا. فبتنزل البنت تبقى عندها 21 سنه و22 سنه وعندها ضغط مرتفع بالشكل ده، اعمل لها عمليه الشريان ده، ثاني يوم الصبح لها مركزه يقولوا له الضغط وصل ل 130 على 90، فطبعا دي حاجه كويسه جدا جدا. ممكن الحاجات الحديثه بيخشوا مقصره من شريان الفخذ او من شريان الذراع ويروح على شريان الكلى ويعمل توسيع لشريان الكلى،
او يحط دعامه في شريان الكلى، بس مش كل الحالات تنفع معها دعامه. في عندنا فايبروماسكولار ديسبليجيا، دي كل الشريان بيبقى ايه في تمددات واختناقات وبتاع، فمش هتنفع معاها لان بتبقى متليفه، مش هتنفع معها الدعامه. يبقى العمليه الاوبن سيرجري احسن كتير جدا جدا. بس دي حالات بتحصل في السن الصغير وبتبقى خطيره ولها مضاعفات خطيره. نعمل جراحه ونركب شريان، يا اما ممكن لو واحد سنه صغير اخد وريد من صف نصفين من الرجل، اخد منه حته واوصلها من الاورطه للكلى عشان اعمل، لان السن الصغير ده هيبدا الكلى تكبر، وهو يكبر هنحتاج بعد كده نعمل وصله ثانيه اكبر، ان شاء الله يكون بعد كده وصله صناعيه. لكن الثانيه اللي بالونه، توسيع بالبالونه، لما يكون الماوس بتاع الرينال ارتري او شريان الكلى ضيق، بندخل الدعامه وبنفتح نعمل بالون دايلاتيشن، وممكن ندخل دعامه او ما ندخلش دعامه حسب قد ايه الاختناق وقد ايه البتاع. واعتقد دي، لكن مضاعفات طبعا رينو فاسكولار هايبرتنشن خطيره جدا، نزيف في المخ، جلطه في المخ، جلطه في الشريان التاجي، تصلب شرايين عام، انسداد في شريان السوبر ميزنتريك، شريان المصارين، ضيق في الفتحه بتاعته، الرجلين كلها يحصل تصلب شرايين ويحصل الكلام ده هو. واعتقد ده موجز عن الرينو فاسكولار هايبرتنشن. وبشكركم شكرا جزيلا.